اليوم بتنظيم هذه الابواب مفتوحه بالاشتراك مع لاكاسموس والكاكوبات في اطار الحمله الوطنيه التحسيسيه والاعلاميه التي تقوم بها صناديق الضمان الاجتماعي لشرح وتفسير التدابير الاستثنائيه التي جاء بها الامر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021. الفتره هذه تقريبا حتى 4000 شخص يعني قصناه بالتدابير الاستثنائيه هذه اللي خلاتهم يعني تسولاجيهم من ناحيه انه كان عنده ديدات، كان عنده ديون بالكاسنوس. هذا العائق تاع لي بينالتي دو لوطار ولي ماجور دو لوطار كان عنده عائق باش يجي يسلك ويخلص لا كوتيزاسيون باش يدخل في ممارسه النشاط تاعو. بهذه الطريقه سمح لنا ان نقيسوا فئه كبيره.